قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شيخنا الكريم بارك الله فيكم، ما قولكم في الشيخ محمد متولي الشعراوي؟ فهناك بعض الناس الذين ينشرون عنكم أنكم تزكونه، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. الشيخ الشعراوي غفر الله له كان صوفيا محترقا، وكانت له في التصوف شطحات عجيبة، وكان دائم التعلق بالأضرحة ويغشى الموالد، وكان أشعريا جلدا. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى ما يتعلق بتأويله للصفات، وكان قد التقاه في بعض السفرات. الشعراوي غفر الله له أول من فتق في الأمة فتق التفسير بالعامية، ولم يجرؤ أحد قبله على تناول القرآن بغير الفصحى، وقد تتابع بعده كل الذين تكلموا في الدين بالعامية، وفتق في دين الله هذا الفتق العظيم الذي يتوارد عليه الآن كل من ملك لسانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما كان من كلام لي فيه قديما ففيه أولا أني لم أكن متابعا له في حلقات تفسيره ولا في حركة حياته، ثانيا أنه كان معروفا عنه قوله أتعامل مع اليهود والنصارى ولا أتعامل مع الإخوان المسلمين، وكان غفر الله له يحذر من الجماعات تحذيرا شديدا في وقت كانت المحنة فيه بالجماعات في مصر على أشدها، وتلك أيام عشناها وعانيناها. ثالثا قد أثنى عليه ثناء طيبا بعد موته مباشرة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ المفتي الحالي، ونشرت ثناءه وقتها جريدة كانت تصدر في ذلك الوقت وكانت تسمى المسلمون فيما أذكر، فظننت أنه بارك الله فيه وحفظه يعلم من عقيدته ما لا أعلم، لأن الشعراوي ظل سنوات يدرس في أم القرى. على كل حال فما كان من كلام قديم فيه فقد كان كما يقول أهل النقد من باب المعادل الموضوعي، هو أن تتخذ شيئا وسيلة لشيء تريده من غير أن تقصد الأول أو تريده. ولذلك فلم نجعل من سجل ذلك الكلام في حل من نشر، ودليل ذلك أنك لا تجده على الموقع. وقولي في الرجل غفر الله له أنه صوفي محترق وأشعري جل، وقد فتق في الأمة فتق تناول كتاب الله تعالى بالعامية، ونحو هذا الكلام قلته من سنوات في لقاء مع الإذاعة المصرية إذاعة وسط الدلتا، وهذا ما أدين الله تعالى به والله الموفق. وكل من نشر الكلام القديم فلا نجعله في حل، وعليه من الله ما يستحقه. هؤلاء في الغالب هم أهل الفتنة، فتنة الحدادية المصرية، الذين يشيعون الفتن بين المسلمين، أولئك الكذبة الذين يفترون على الناس ما ليس فيهم ويلتمسون للبراء العيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملهم بعدله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.